بسم الآب بسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد أمين. النهارده هنحكي حاجات جديدة جدا جدا. قناة سي تي في تنشر الصور الحقيقية لعائلة القمص والتاووس يعني بذكر نياحته، وتكتشف ما لا يمكن أن تسمعه من قبل. تحتفل الكنيسة غدا بذكرى نياحة القديس الراهب القمص والتاووس السرياني، والذي لقب بشفيع المستحيلات. وبهذه المناسبة نشرت قناة سي تي في في الصورة الحقيقية لعائلة القديس ووالده ووالدته وشقيقه الذي توفى في سن مبكر، وكان يشتاق أيضا للرهبنة، ولكن والده رفض ذلك. عائلة أبونا الراهب القمص والتاووس السرياني والقديس القمص والتاووس في 1/4/1922 من أبوين تقيين، هما المقدس جرجس أيوب وزوجته هيلانا. ورزق المقدس جرجس بخمسة بنات وولدين، وهما أوشينيا وميري وأجيا وأنجيل وعزيز وسعاد وكامل. تاريخ رهبنة القمص والتاووس في 2/11/1948 في دير السيدة العذراء السريان بوادي النطرون، وتنيح في 17/3/2010. وإن شاء الله نعمل لكم فيديو من قلب الدير وادي يعني دير السريان وادي النطرون. كل الشكر كل الحب مع تقديري واحترامي لجميعكم جميعا، وأتمنى من الله أن يجعل دائما مصر في خير وسعادة بصرف وأضغط قداسة البابا البابا تودروس الثاني بابا بطريرك الكرازة المرقسية. أحبائي وأعزائي، هذا الشهر شهر مبارك مليء بنياحة القديسين العظماء، ومنهم القديس العظيم البابا شنود. أيضا صباح الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير مع قناتكم قناة الملكة والأمير. فيديو الاعتداء على نساء غير محجبات في طهران. الناشطة نجاة المرأة الإيرانية ستهز غدا النظام الملالي بخلع حجابها الإجباري في الشوارع. نشرت الناشطة الإيرانية مسيح وعلي نجاة تقرير مصور يوثق اضطهاد النظام الإيراني المتشدد للنساء غير المحجبات والمسيحيات، حيث يتم الاعتداء عليهن في الشوارع. وصرخت نجاة عبر تويتر بأن المرأة الإيرانية ستهز غدا النظام الملالي بخلع حجابها والنزول إلى الشوارع في جميع أنحاء إيران لتقول لا مجدد للحجاب، مضيفا هذا يسمى ثورة المرأة في إيران جريمة، رجال إيرانيون سينضمون إلينا أيضا. وبالصور وبالفيديو. وأيضا في صفعة جديدة للمتشددين، السعودية إلغاء إلزامية تقضية شعر المرأة والعنق في صورة البطاقة الشخصية. عرفت المرأة السعودية الحرية في عهد الملك سليمان ابن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد ابن سليمان، اللذان يصدران قرارات تؤكد انفصال المملكة عن الوهابية. وأعلنت السعودية إلغاء الجميع تغطية شعر المرأة والعنق في صورة البطاقة الشخصية، ونشرت القرار جريدة أم القرى الرسمية. وفي بيان آخر يكتب بخصوص الطفل شنودة وديانتو التي حيرت الناس دون مبرر، كتب أيضا كل من عضو مجلس الشيوخ بخصوص الطفل شنودة وديانتو التي حيرت الناس دون مبرر، لو العبرة بكيف نشأ فهو مسيحي، ولو المعيار بمكان إيجادة فهو مسيحي، وبمعيار أيضا مكان تواجده فهو مسيحي، ولو الحكم بمن وجده فهو مسيحي، لن يسامحكم أحد على تدمير نفسية الطفل واحتجازه كل هذه المدة. ويا عزيزي المتشدد، فكر وتخيل أن ابنك ينتزع منك لشهور، آسف فأنت فاقد الفكر والخيال أصلا، لذلك فأنت متشدد. كل الشكر وكل الحب لكل مشترك القناة، ونتمنى لكم الخير والسلامة والسعادة، ويا رب دايما تكونوا في تفاعل الخير. بصلوات غبطة قداسة البابا تودروس الثاني بابا بطريرك الكرازة المرقسية، ونطلب أن يحافظ على رئيسنا الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن يبعد عنا الهلاك والزلازل والبراكين. وكل الشكر وكل الحب ليكم. لا تنسى ثلاثة هذا اليوم عيدا عظيما للرب الذي له المجد والإكرام. أعزائي، ومن جديد والخبر الجديد والمفاجأة الحقوقية وفاء سلطان،
وتناقش اليوم أزمة الطفل شنودة وعودته إلى أمه بالكفالة وليس بالتبني، في لقاء هام للمفكرة والكاتبة والناشطة في مجال حقوق الإنسان الدكتورة وفاء سلطان في قناة الفكر الحر لليوتيوب، تطرح اليوم نقاش حول مشكلة الطفل شنودة والذي تم انتزاعه من الأسرة التي ربطهم واهتمت به لمدة 4 سنوات، وتم تغيير اسمه وديانته إلى يوسف مسلم بحجة أن دينه بالفطرة مسلم، وتم إيداعه بدار الإيواء. وستذاع اليوم الحلقة الساعة 8 مساء، وتبحث سلطان أسباب التعنت في عدم تسليم الطفل لأسرته والتي ربطه ل4 أعوام، وعدم استجابة لكافة نداءات الرأي العام حفاظا على مستقبل الطفل. ونحن كقناة الأمير لن نصمت ولن نسكت أبدا إلى حين عودة الطفل شنودة. لم نجعل أو ندع أو كما حدث مع جرجس زبروني، لن نصمت على هذا الأمر أبدا. نحن نعلم أن لدينا رئيس واعي جدا، ولدينا أب وبطريرك عظيم، ونستغيث به من أجل حل هذه المشكلة. موضوع آخر، الصلح ليس خير. كيف يكون الصلح ليس خير؟ تعليق مايا مرسي بشأن وقعة ضرب عروس الإسماعيلية، حسب من يبرر الضرب والقتل والتحرش. في أول تعليق لا، طلبت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة الجهات القانونية لاتخاذ ما يلزم من كافة إجراءات في قضية عروس الإسماعيلية، وأضافت عبر صفحتها الرسمية على عبر الفيسبوك: لن ينصلح الحال بالقانون فقط، ولن ينصلح الحال بالتوعية فقط، ولكن التربية على احترام الآخر هي الأساس، والتربية على المودة والرحمة هي الأساس. وطلبت مرسى بمحاسبة من يبرر الضرب والقتل والتحرش، وقالت: حاسبوا من يخرج علينا يهين البنات والأمهات والسيدات، حاسبوا من يبيح الترويج لهذه الأفكار على صفحات التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية. لابد أن نحارب كل الفكر المتطرف في كل جحوره، ولن نسمح لإهانة المرأة المصرية. وخاطبت مرسى المرأة المصرية قائلة: لتعلم المرأة المصرية أن هناك مايا مرسي أيا كان، أن هناك أدوات تنفيذية وتشريعية وفضائية لحمايتها، ولم يحاسب القانون من تسامحه في حق هذه الفتاة المرة الماضية، وإن لم تحاسبهم ضمائرهم فحاسبهم عند الله عسير، ربنا يحسبهم. وأخذت مايا مرسي أنه إذا تسامحت هذه الفتاة في حقها مرة ثانية لن يسامحها أطفالها في المستقبل. فاستقرت البيوت يقوم على استقرار البيوت يقوم على المودة والرحمة والسكن والصلح، مش خير في الإهانة والعنف وإضرار الكرامة. ولن نصمت ولن نسكت أبدا عن موضوع الطفل شنودة، سيظل الموضوع مفتوحا إلى أن يعود لأسرته، سواء إن كان بالقانون أو باستغاثتنا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأب الحنون الذي يرعى شعبه ولا يفرق بين مسيحي أو مسلم، ولا يفرق ويجعل أيضا المواطنة بداخل كل المصريين. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم أمين. انتظروا معايا لسه في كتير وكتير. ومن الأخبار السارة أيضا، نجيب جبرائيل: قدمنا أدلة العثور على الطفل شنودة بالكنيسة والمطالبة بعودته لأسرته. قال نجيب جبرائيل محامي أسرة الطفل شنودة أنه اتخذ خطوتين: الأولى وهو دعوة أمام القضاء الإداري لإلغاء قرار وزارة التضامن الاجتماعي لإعادة الطفل في أحد المؤسسات التابعة لوزارة التضامن وتسليمه إلى أهله، والخطوة الثانية إلغاء ديانته وإعادة إلى ديانته الأصلية التي عثر عليها فيها. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خير رمضان في برنامج حديث القاهرة على قناة القاهرة والناس أنه تقدم بطلب للمحامي العام
فتح محضر لسماع الشهود لافتا الى ان الشهود قالوا ان الولد عثر عليه داخل الكنيسه، وتابع ان قرار النيابه العامه يحترم، ولكن هناك ادله تؤكد ان الطفل وجد في الكنيسه وليس خارجها، وان القضيه قيديه من احد الاقارب بسبب الميراث. اوضح ان المسيحيه لديها قانون التبني، لذلك تحتاج الى اعاده ديانه الولد حتى تستطيع الاسره الى ان تتبنى هذا الطفل، مؤكدا ان اقوال الائمه إذا ولد طفل في مكان مسلم يصبح مسلم، وإذا ولد في مكان مسيحي سيصبح مسيحيا. وفي هذا أيضا البابا تودروس يشارك في حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة برئاسة السيسي. شارك قداسة البابا تودروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المقصية والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وأيضا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة في القاهرة الجديدة. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس اليوم حفل تخرج دفعة جديدة من طلابها، وشهدت أكاديمية الشرطة اليوم الاثنين حفل تخرج دفعة جديدة من الطلاب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من الوزراء والشخصيات العامة ورموز الوطنية وشخصيات عامة وقيادات أمنية سابقة، فضلا عن عدد من الاعلاميين ورؤساء تحرير الصحف واهالي الخريجين وسط التشديد على الاجراءات الاحترازيه، كما ياتي ذلك بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذيه واسر طلاب الشرطه الخريجين بمشاركه اللواء محمود توفيق وزير الداخليه واللواء دكتور احمد ابراهيم رئيس اكاديميه الشرطه. شكرا لكم احبائي اعزائي، وهنكمل معكم موضوع الطفل شنوده. لكم كل حب. مساء الخير احبائي واعزائي، مع قناتكم قناه الملكه والامير، كل الشكر لمحبي القناة. طبعا كلنا بنتمنى وكلنا بنحب الطفل شنودة وبنتمنى له انه يعود الى اسرته. نجيب جبرائيل يكشف تفاصيل جديدة في قضية الطفل شنودة مع المصري اليوم. قال نجيب جبرائيل محامي أسرة الطفل شنودة أنه اتخذ خطوتين، الأولى وهي دعوة أمام القضاء الإداري لإلغاء قرار وزارة التضامن الاجتماعي لإعادة الطفل في أحد المؤسسات التابعة لوزارة التضامن وتسليمه إلى أهله، والخطوة الثانية إلغاء ديانته وإعادته إلى ديانته الأصلية التي عثر عليها فيها. محامي الطفل شنودة، لا يوجد بلاغ باختفائه أو شكوى أو الأسرة، والأسرة تريد كفالته. محامي الطفل شنودة يكشف تفاصيل جيدة وجميلة بشأن الفيديو. بعد وقائع الطفل شنودة طلب إحاطة يطالب بتفعيل التبني وفقا للائحة 38 للأقباط. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خير رمضان في برنامج حديث القاهرة على قناة القاهرة والناس أنه يقدم بطلب للمحامي العام بفتح محضر لسماع الشهود، لافتا إلى أن الشهود قالوا إن الولد عثر عليه في داخل الكنيسة، وتابع أن قرار النيابة العامة يحترم، ولكن هناك أدلة تؤكد على أن الطفل وجد في الكنيسة وليس خارجها، وأن القضية كيدية من أحد الأقارب بسبب الميراث. وأوضح أن المسيحية لديها قانون التبني، لذلك تحتاج إلى إعادة ديانة الولد حتى تستطيع الأسرة أن تتبنى هذا الطفل، مؤكدا أن أقوال الأئمة إذا ولد طفل في مكان مسلم يصبح مسلم، وإذا ولد في مكان مسيحي سيصبح مسيحي. ده من ضمن الأخبار. محامي من صدى البلد، أكد نجيب جبرائيل محامي أسرة الطفل شنودة أنه تم اتخاذ خطوات جديدة في قضية الطفل شنودة، وذلك بإقامة دعوة أمام محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزارة التضامن الاجتماعي بإيداع الطفل لإحدى المؤسسات التابعة للوزارة وتسليمه لأهليته، والأمر الثاني تغيير ديانته وإعادة ديانته الأصلية. وأضاف أيضا كما كنا من ذلك وردنا أدلة بأن الطفل شنودة وجد في داخل الكنيسة والقضية إنسانية وليست دينية، موضحا أن عناصر الدعوة ستكون أمام القضاء العالي وهو من يحدد، كما قدموا طلب مستعجل امام القضاء الاداري وسيتم تحديد جلسه خلال 15 يوم. يا رب اسعد كل الفرحين وفرحهم يا رب. شكرا ليكم احبائي واعزائي، ولكم من كل الحب والتقدير وسلام الرب يسوع المسيح يكون معكم امين. قابلت الهابلتيب رجل هام سورة قسيس كان يوزع حلاوة المولد على المارة في رمسيس. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لكاهن يوزع حلاوة مول المولد على المرأة في ميدان رمسيس وسط القاهرة محبة من المصريين.
بالسور، مسلمون ومسيحيون يوزعون الشربات بالمولد احتفالا بالمولد النبوي بالإسكندرية. تنفرد محافظة الإسكندرية بخصوصية شديدة خلال احتفالات المولد النبوي الشريف سنويا، إذا اعتاد أهلها على توزيع الشربات بالموز في مشهد لا يوجد في سواه. وشهدت منطقة الإبراهيمية شرقي الإسكندرية اليوم السبت توزيع مسلمين ومسيحيين لأقوام الشربات بالموز على الأهالي ابتهاجا بالمولد النبوي الشريف بالنسبة للإخوة المسلمين. وفي هذا النطاق أيضا فيديو ياسمين وعز، البيت اللي بتمارس فيه الدجاجة عمل الديك مصيره الخراب. قالت الإعلامية ياسمين عز إن ما ينفعش تقولي لجوزك وهو نازل خد كيس الزبالة في إيدك. وأضافت ياسمين عز خلال تقديمها برنامج كلام الناس المذاع عبر الفضائية، أبوكي لو نازل من البيت عمرك ما هتقولي له خد كيس الزبالة وأنت نازل. وأضافت في حكمة صينية قرأتها الصبح وعجبتني جدا، وهي البيت الذي تمارس فيه الدجاجة عمل الديك مصيره الخراب. متابعة معنى الحكمة إن الفرخة ما تعملش شغل الديك. شكرا ليكي وأخبار جميلة وأخبار حلوة، ودايما يا رب كده نتمنى كل الخير لكل المصريين وكل الأحوال الطيبة. أحبائي وأعزائي لكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم أمين. مع كل تحياتي وكلامي لكم، أن تنسوش اشتراككم في قناتكم قناة الملكة والأمير، ويا رب دايما تكونوا خير وسلام وسعادة وأحسن حال. سلام الرب يكون معكم أمين. لا تنسوا اشتراككم وإعجابكم وتعليقاتكم مساء الخير أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير. أليس الأمة التي تحارب الفقر بالدعاء والبطالة بالزواج والإنجاب هي أم ميتة أو أمة ميتة وإكرام الميت دفن؟ قالت الفنانة اللبنانية أليسا أن الأمة التي تحارب الفقر بالدعاء وتحارب الجهل بالمناهج الدينية وتحارب التخلف بالفتاوي وتحارب الفساد بخطب المنابر وتحارب انقسام المجتمع بالمذهبية والتكفير وتحارب البطالة بالزواج والإنجاب هي أمة ميتة وإكرام الميت دفنه. أمر عجيب وغريب. جاءنا أيضا أخت سلمى المبجحة، سلمى أبو ضيف، فرحت الشباب لما راحت المهرجان، فرحت الشباب لما راحت المهرجان من غير بنطلون. الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف قامت بنشر صورة جديدة لها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي من أجل تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام. ماذا قالت؟ سلمى أبو ضيف ظهرت من خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس، والتي ظهرت هناك من أجل المشاركة في أسبوع الموضة، وقد ظهرت ومرتدية بدلة غوت شورت قصيرة للغاية والتي جاءت من اللون الأسود ومفتوحة من منطقة الصدر والأبخاد، وقد جاءت أطلالتها مع وضع نظارة شمسية أمام المرأة، وقد قامت بإظهار القليل من المكياج ومما جعلها إطلالة جذابة للغاية والتي جاءت مع طرق شعرها. الفنانة سلمى أبو ضيف شاركت بكثير من الأعمال الفنية التي جاءت من خلال السباق الرمضاني السابق، وهي التي جاءت مثل مسلسل راجعين يا هوى ومسلسل اختيار ثلاثة، وحيث أشاد الجمهور بجميع أعمالها وأدوارها على الرغم من الانتقادات التي أصابتها بالكثير من الأقوال والتي تنالها مؤخرا بسبب الإطلالات المثيرة التي تختارها وترتديها من بين الحين والآخر. كل هذا الكلام قد أثار جدلا، وربنا يكرمنا وربنا يرد عننا كل شر. وهنكمل معاكم الفيديو، خليكم معانا ما تمشوش، وهتشوفوا الأحسن والأفضل. ما تنساش تشتركوا قناة الملكة.